كابتن اسامه نبيه المدرب نادي الزمالك بيجتمع بكبار الزمالك اليومين دول، بقى عنده جلسات مع اللعيبه الكبار طارق حامد ومحمود علاء وساسي وجنش وغيرهم، علشان يحلوا او يتعرف الاول على ابرز المشاكل اللي واجهتهم في الفتره اللي فاتت، وعشان يحل القصه علشان اللعيبه تطلع من الفتره البايخه اللي هو وصفها بانها فتره مليانه مشاكل كتيره لكنها يعني كلها تتحل بسهوله. وعايز يوفر بيئه يعني طيبه للتعاون مع كارتيرون في الفتره اللي جايه علشان الفريق يرجع مره ثانيه لمستواه وللنتائج الايجابيه في كل البطولات، سواء محليا دوري وكاس او افريقيا، او يعني البطوله القاريه دوري ابطال افريقيا.